نشرت نانسي عجرم صورة على حسابها بإنستغرام لتياب نيوبورن بيبي وطلبت من متابعينها أنهم يساعدوها حتى تختار اسم لمولودتها. وطبعاً تلقت العديد من الاقتراحات على هالبوست وكل الناس صاروا بيقترحوا عليها الأسماء، بس أنا حاسة أنه ما رح تلحق أنها تقرأ كل هالبوستات. وأغلب الاقتراحات مريم كانت بتصوت لاسم بيلا. طبعاً هم يبون أنه يكون كل أسامي بنات على نفس الوزن، يعني إلا ميلا وبيلا. أنا بصراحة أصوت لاسم بيلا، اسم حلو. ما اعرف انتم ايش رايكم بنات؟ انا بقول تسمي رانيا، رانيا حلو خفيف نظيف. شو رايكم؟ كمان اسمك حلو رانيا، بس انا بقترح لننسي عجرم انها تخلي بناتها هم اللي يختاروا الاسم بما انه هم اللي عملوا ريفيل لهالاخبار الحلوه. ليش لا؟ وعلى فكره مريم انا عم حب الفكره اللي عم تعملها ننسي عجرم، انه عم بتشارك جمهورها كل لحظاتها الحلوه اللي عم بتعيشها مع عائلتها.